دلوقتي معانا على التليفون كابتن علي ابو جريشه، نجم الكره المصريه والمنتخب المصري ولاعب الاسماعيلي ومنتخب مصر السابق. مساء الخير يا كابتن، ومبروك الفوز النهارده. النور يا هدير، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. والحقيقه انه برنامج الكابتن، وانا لسه كنت بقول، فرصه كبيره جدا 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 للولاد اللي ما عندهمش القدره الماديه انهم يدخلوا اكاديميات كوره، وما اعتقدش ان في اكاديميه في الدنيا تقدر توفر الخبرات اللي موجوده جوه برنامج الكابيتانو. حضرتك شايف ده ازاي؟ وشايف الجيل ده، انا اعتقد انه محظوظ جدا انه يعني يشوف كل القامات دي وتدربه ويدخلوا يعني برنامج زي كابيتانو. والله انا فعلا بايد حضرتك ان هم جيل محظوظ. سياده الريس سيسي راس الدوله نفسها مهتم بالشباب، مهتم صحيح. بالرياضه، مهتم بتنشئه الشباب نشأة على مستوى عالي. فالنهارده اذا كان راس الدوله بتهتم كده، مؤكد يعني النتاج هيكون عظيم. فده شيء جميل، بيقدمهم يعني بيتقدم لهم حاجه جميله، بيلعبوا على اعلى ملاعب، مستوى جميل، معاهم مدربين على مستوى عالي جدا، بيلعبوا تحت يعني نظر الجميع، تلفزيون بيذيع. النهارده بيكرمهم سياده الرئيس بوجوده النهارده في النهائي، فده حاجه يعني تشجع تماما الشباب ده انه يبدع ويؤدي بشكل جميل جدا، لانه الفرصه النهارده متاحه، لان كره القدم هي لعبه اصلا شعبيه، هي بتاعه الجميع، فما ينفعش يتحرم منها شباب لمجرد انه ما عندوش قدره ان هو يخش اكاديميه او يروح نادي خاص. لا، النهارده الدوله بتتيح للشباب ده فرصه على اعلى مستوى، بالعكس. والنهارده تكريم سياده الرئيس ليهم كان حاجه مبهجه وحاجه جميله جدا واسعدت الجميع الحقيقه. طيب يا كابتن، عايز اتكلم معاك عن فرقتك وكابتن اليماني، وانا عارفه ان كابتن اليماني صعب شويه وشديد وكان بيبان في التمارين مع الولاد، لكن ما شاء الله النتيجه واضحه يعني، ومبروك الـ يعني وصلتوا للكاس يعني، ما شاء الله الف الف مبروك. لكن عايز اسالك عن المواهب اللي موجوده، وحضرتك يعني ياما خرجت مواهب من نادي الاسماعيلي وغيره لمصر كلها، كابتن احمد فتحي، يعني ناس كتير جدا جدا حضرتك كنت سبب انهم يكونوا موجودين. شايف النهارده المواهب الجديده اللي موجوده دي ايه اللي ممكن يخرج منهم؟ واحنا لو بنتكلم عننا عايزين نصنع نجوم عالميين. هي يعني نواه النهارده بنتفرج على الحاجه، لكن دي يعني دي موجوده على مستوى مصر، مش بس هنا في القاهره، لا، على مستوى مصر. فدي عمليه بنعمل عمليه مسح للمواهب اللي موجوده، ومصر عامره بالمواهب وبالنشء الجميل. فدي طبعا لا، في مواهب كويسه جدا، وفي لعيبه عندها استعداد طيب جدا مع التدريبات والاهتمام الدوله. اعتقد انه لا، دي حاجه جميله ومبشره، لان احنا ما كناش عندنا الامكانيات دي واحنا بنلعب. يعني ما جالناش الظروف دي، ولعبنا من بدري كده، والدوله كانت مهتمه يعني مهتميه قوي. النهارده في رعايه من اكبر راس في الدوله، في رعايه وبحضوره النهارده الحقيقه الكل كان سعيد، لانه اذا كان راس الدوله مهتم بالرياضه، اعتقد ان دي هتنعكس تماما على اللعيبه بشكل خاص والرياضه بشكل عام. صحيح. من وجهه نظرك يا كابتن، شايف النشء ده محتاج ايه كمان علشان نشوف جيل جديد من المبدعين كرويا؟ والله محتاج ان طبعا يعني الرعايه، ودي متوفره، انا زي ما انا شايف كده يعني متوفره. المحتاج طبعا ان المدربين اللي موجودين طبعا بيعملوا لهم برامج معينه، بيظبطهم بتكثيف لعمليه التدريب، الانتقاء ما يبقاش على مستوى مصر، بالعكس. انا شايف في الربوع الصعيد والمواهب كلها في الحتت بعيده قوي، يمكن ما عندهاش فرصه تظهر في التلفزيون قوي. فاتمنى يبقى نسلط الضوء على المواهب اللي بعيده عن القاهره، يعني اللي موجوده في المحافظات، لان المحافظات عامره، والصعيد ومنطقه القناه عامره بالناشئين اللي على مستوى. فبالتالي احنا يعني مصر طول عمرها ولاده وكده، فاحنا النهارده لازم نوصل لهم، يعني ما نبقاش احنا اللي نوصل لهم ونروح هناك ويبتدي تعمل لهم نفس النظام اللي معمول هنا بشكل يعني الجميل ده.
وبالتالي اعتقد ان 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 في الاخر هيطلع بمحصله كويسه جدا، لان مصر طول عمرها عندها الامكانيات، عندها المواهب وعندها الامكانيات الكويسه. طيب كابتن، من وجهه نظرك المجموعه اللي اشتركت في الكابيتانو، ايه اللي جاي بالنسبه لهم؟ ايه اللي المفروض يعملوه بعد الكابيتانو؟ لازم نستمر في الاهتمام بيهم، ما يبقاش لمجرد يعني لازم نستمر في الاهتمام بيهم، لازم يبقى في تدريبات على اعلى مستوى مكثفه. طبعا لما بيكبروا اعمارهم السنيه انت بنختار افضل العناصر اللي موجوده، والغرض من دي انك يعني بنختار والمدربين بيختاروا افضل العناصر اللي موجوده، وبالتالي بيتم تجهيزهم على اعلى مستوى. احنا مقدمين يا كابتن تقريبا 140 لعيب لانديه مصر والعالم، فهل حضرتك مثلا شايف ان هم المفروض يسافروا بره يلتحقوا هنا بالنوادي؟ والله افضل، لان ده لانه ده المشوار الطبيعي ليهم. لازم يبقى في ويتوزعوا على الانديه، وليه لا؟ يعني ايه المشكله؟ لان احنا يهمنا قوي ان حتى المسابقه المحليه بتاعتنا تبقى على اعلى مستوى عشان تفضل تفرز لعيبه للمنتخب. فبالتالي ايه، ليه ما يتمش توزيعهم على الانديه؟ انا شايف كده. وبعد كده يبقى في اللي هيجتهد منهم قوي ممكن جدا يحترف بره. صحيح. يعني ما يعني ما هياش بعيده قوي، لكن الرعايه موجوده والعنايه موجوده، واعتقد ان مصير اللعيبه دي لازم هيتوزع على الانديه، وبحيث ان الانديه يبقى عندها فرصه انها تستفيد من المواهب اللي موجوده دي. فاتمنى ان هم ما يبقاش عمليه في اهمال بعد كده، لا لازم يبقى في متابعه، ولازم يبقى في تدريبات. اللعيبه المميزين منهم اعتقد هيفرضوا نفسهم. صحيح يا كابتن، لانه تم تدريبهم وتم تقديمهم كمان اعلاميا بشكل كبير جدا جدا من قبل برنامج الكابيتانو، فده شيء كان مهم جدا. لكن زي ما حضرتك قلت يا كابتن علي، الاستمرار بعد كده والتمرين المستمر وانهم يلتحقوا بالنوادي ده شيء مهم جدا. انا اتشرفت ان انت كنت معايا كابتن علي ابو جريشه، فاكهه الكوره المصريه. شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده، ويعني بشكرك شكرا جزيلا، وببارك لك وببارك لكل صناع برنامج الكابيتانو.